طلعي هون، الجرايد كل اليوم حاطة صور للسيد جايوالي. هذا رجل أعمال معروف كتير، الظاهر إنه هو لهلأ لسه ما عرف بإنه مرته صار في عنده توم ولاد. على فكرة يا جماعة، أنف الولد بيشبه أنف أبوه كتير، حتى عيونه كمان نفس عيون أبوه تماماً. عن جد هالولد رح يطلع نسخة عن أبوه. يمكن أنت شكلك بيشبه شكل أبوك، بس أنت رح تضل معي طول العمر، رح تكون معي وما رح خليك تغيب عن عيوني. لو شو ما صار من هلأ ورايح رح تصير أنت هويتي. يلا بنتي خلينا ناخذ الاولاد من هي المجنونه. يعني اذا كانت هي هلا ما فيها تدير بالها على حالها، كيف رح تدير بالها على الولدين؟ ايه والله معك حق، بعدين ليش لحتى الاولاد يضلوا مع وحده مجنونه؟ اصلا من حظهم الحلو انه اجى حدا لحتى يربيهم قبل ما يسيبهم شيء، اذا منتركهم هون رح يصيروا مجانين مثلها. هاتي هالولدين فوراً، نحن رح نربيهم. أنا ما رح أترك ولادي أبداً، لو سمحتوا لا تأخذوا ولادي. الحكي ما بيفيد معه. أعطيني هاتيهم. هاتيهم لشو؟ لا، هذول ولادي لهون. رح يضلوا معي، ما حدا رح يأخذهم. هاتيهم منا بسرعة. هاتيهم لشو؟ يلا قلت لك أعطيها إياهم. سكي أمني، تعي لهون. يلا لشو؟ بعدوا عني. خلص يا فهمي، خذوهم منا. أنتوا إياها أعطيهم ولاد وخلصنا بقى. لا، هذول ولادي أنا. تعي هاتيهم لشوف. تعي هون. جرايد كل اليوم حاطة صور للسيد جايوالي، هاد رجل الأعمال الكبير المعروف. تعي عني. ظهر أنه هو لازم لسه ما عرف بأنه مرته صار في عنده توم ولاد. لوين رايحة يا كل مشاكل الدنيا، رح خليكن دائما معي.